أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نسلط الضوء فيها على معاناة الجرحى المستمرة منذ أكثر من عام والأسباب وراء التقصير الحكومي تجاه ملف الجرحى ومعاناتهم. جرحى تعز ملف الوجع الأكبر والمعاناة المستمرة لآلاف من ضحايا حرب الميليشيا الذين تقطعت بهم كل السبل للحصول على علاج في الداخل والخارج. المئات من الأشخاص تنهش الجراح كل يوم أجسادهم وبصمت تسلب حياتهم، وفي المقابل اتسم الدور الحكومي تجاههم بالإهمال والتقصير والوعود المنكوصة بحسب ما يؤكده واقعهم المرير. نداءات واستغاثات مستمرة يطلقها القائمون على ملف الجرحى وما من أثر إيجابي حتى الآن، فالدفعة الأولى التي وعدت الحكومة بتسفيرهم للعلاج لا يزالون في مدينة عدن يكابدون الألم في انتظار أن تفي الحكومة بوعدها، وهو ما لم يتحقق حتى الآن. إلى متى سيستمر هذا الواقع؟ وما هي العوائق التي تحول دون تسفيرهم؟ ولماذا هذا التقصير من قبل الحكومة؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون موضوع نقاشنا في حلقة اليوم من زوايا الحدث، والتي سنناقشها في محورين: الواقع المرير الذي وصلت إليه معاناة الجرحى، الأسباب والمبررات في الإهمال والتقصير الحكومي تجاه الجرحى وعدم الإيفاء بوعود تسفيرهم للعلاج. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. يبقى ملف الجرحى مفتوحا كما هي عادة الجراح. قصة هذا الملف الذي لا مؤشرات جادة على إغلاقه باتت تشكل أحد كوابيس المرحلة التي ستمتد أثارها إلى المستقبل مع تطاول الإهمال وتعمد اللامبالاة من الجهات المسؤولة. في تعز المدينة التي تنزف جراحها منذ قرابة العامين والمحصرة من كل شيء، وبعد أن تعفنت جراح شبابها جاءت المبادرة الأخيرة بمعالجة ما يقارب 200 شاب من جرحى المقاومة والمدنيين الذين سقطوا بنيران الميليشيا. لكن هذه المبادرة الإماراتية لا تزال عالقة حتى اللحظة، ولم تحدث فارقا في حياة من كانوا ينتظرونها لأشهر طويلة. قبل أيام تقرر سفر الدفعة الأولى من الجرحى إلى السودان عبر عدن، التي وصلها أكثر من 40 جريحا بعد مخاطبة رسمية من محافظ تعز إلى محافظ عدن وسلطات الأمنية هناك لتسهيل دخولهم إلى المدينة، في مشهد كان مثيرا لاستغراب الجميع على طريقة التعامل بين السلطات التي يفترض أنها تابعة لسلطة واحدة. وصل الجرحى إلى عدن وهناك انتهت رحلتهم في وضع مزر وخدمات سيئة وبلا متابعة من أي من المسؤولين القائمين على هذا الملف، فيما تزداد معاناتهم كل يوم أكثر من ذي قبل نظرا لغياب الرعاية الطبية. هذا الوضع دفع الناطق باسم المجلس العسكري في تعز إلى مناشدة رئيس الجمهورية التوجيه بالإسراع بمعالجة وضع الجرحى هناك ونقلهم إلى الخارج لتلقي العلاج كما كان مقررا. كان هناك الكثير من التوجيهات في وقت سابق، ولا يبدو أن توجيها جديدا سيغير الوضع كثيرا ما لم يتبعه تحركات جادة لمعالجة هذا الملف المؤرق. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة مع الناشطة الحقوقية حياة الذبحاني من تعز، رئيس مؤسسة رعاية جرحى تعز. مساء الخير أستاذة حياة. مرحبا، أهلا وسهلا. التصحيح للصورة، رئيس مؤسسة رعاية بالغضوة في مؤسسة رعاية للجرحى وأسر الشهداء. أهلا ومرحبا بك أستاذة حياة. بعيدا عن المسمية لكم دور كبير. بداية أستاذة حياة، لو وضعتنا بصورة معاناة جرحى تعز وأيضا على وجه التحديد الذين هم الآن في مدينة عدن، وكانت هناك أخبار عن تسفيرهم للعلاج ولا يزالوا عالقين في عدن. نعم، منذ عام ونصف ونحن نناشد الشرعية ونناشد قوات التحالف على رأسها المملكة العربية السعودية بأن تقوم بتحمل واجباتها الأخلاقية والإنسانية تجاه الجرحى هنا في مدينة تعز. عام ونصف مضى والجراح هنا تعفنت، وبعض الجرحى فارقوا الحياة بسبب الإهمال الذي طالهم هنا في مدينة تعز. المستشفيات غير مؤهلة لإجراء العمليات، لا يوجد أطباء متخصصين هنا في المدينة. ناشدنا مرارا وتكرارا بتأهيل مستشفى خليفة العام في التربة واستخدام أطباء إلى هذا المشفى حتى يخفف العبء الكبير على الضغوطات على الحكومة وعلى وزارة الصحة. قمنا بوقفات احتجاجية عديدة ما يقارب 8 أشهر، ونحن في الشارع نناشد الشرعية ونناشد الحكومة ووزارة الصحة ونناشد كل الضمير العالمي بأن يلتفت إلى الجرحى هنا في مدينة تعز، سواء جرحى المقاومة أو الجرحى المدنيين الذين طالتهم قبائل ميليشيا صالح والحوثي. نحن في حقيقة الأمر أصبحنا نستغرب لماذا هذا الخذلان
شديد على الجرحى هنا في مدينة سعيد. نعم. وعدنا بتكسير 200 جريح إلى السودان، ثم قمت حتى عادوا إلى 42 جريح. تصير هؤلاء الجرحى إلى مدينة عدن على وجه السرعة حتى تأتي الطائرة وتأخذهم إلى دولة السودان الشقيقة من أجل العلاج. نعم. وهم اليوم أسبوعين على التوالي وهم في مدينة عدن في ظروف صحية سيئة للغاية. هناك جرحى تعفنت جراحهم في مدينة عدن، جرحى مبتورين. نعم أستاذة حياة، لماذا أسبوعين؟ نعم أستاذة حياة، لماذا أسبوعين في عدن ولم يتم تسفيرهم؟ ما هي الأسباب؟ في البداية قالوا أن الطائرة ليست مدنية، هي عسكرية، ومن ثم قالوا هي مدنية وهي طيران اليمنية، ومن ثم تحججوا بأن الرسوم لم تدفع لطيران المدنية. كل يوم وهم في ذريعة جديدة لأجل إهمال الجرحى في مدينة سعيد. لا يستدعي تسفير هؤلاء الجرحى وأن تأتي الطائرة إلى مطار عدن وتأخذ هؤلاء الجرحى المبنيين هناك في فنادق غير مؤهلة للسكن. أنتم تعلمون جيدا وعلم الجميع كيف هو الحر في مدينة عدن، هناك جراح تتقيح، لم توفر لهم المصاريف الكاملة. مشكور المحافظ الذي قام بصرف مبلغ 1000 ريال سعودي لكل جريح و500 ريال سعودي للمرافقين. نعم. لكن هؤلاء الجرحى يحتاجون مستشفى تستقبلهم على الاقل في مدينه عدن، تطبق جرحهم. الجرحى اليوم يصعدون ويخرجون بيانا بانهم اذا لم تاتي الطائره اليهم يوم الاحد القادم فهم سيعودون الى مدينه سعد، يموتون هنا في مدينه سعد دون ان يموتون هناك في الإمارة. نعم. طيب استاذ حياة، نعم هناك الجرحى في مدينه سعد. نعم استاذ حياة تكرمي نعم بدرجه اساسيه. نعم استاذ حياة تكرمي البقاء معنا. نشرك معنا الان نائب وزير الصحه الدكتور عبد الله دحان. مساء الخير دكتور. اهلا مساء النور، مرحبا بكم. اهلا ومرحبا بك دكتور. ربما سمعت الاخت حياة الدبحاني، الان مر اسبوعين على الجرحى في محافظة عدن وكل يوم وعود بانهم ستسافرون غدا، ستسافرون بعد غدا، ستكون هناك طائرة مدنية ومن ثم عسكرية، والجرحى تعفنت جراحهم في عدن، ما هي الاسباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لكم وللأخت حياة وقبلكم تحية للجرحى. نعم. وبالمناسبة نتوجه لأخوتنا وأبنائنا الجرحى بشكل عام وجرحى تعز المتواجدين في عدن في هذه اللحظات بشكل خاص بالاعتذار عن هذا التأخير غير المتعمد في عملية ترحيلهم إلى السودان لتلقي العلاج. نعم. ندرك بأننا ربما بسبب هذا التأخير تسببنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمزيد من الأذى والإزعاج لهؤلاء الجرحى الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل بإذن الله. نعم. أما قبل الرد على تساؤلك أخي العزيز، نعم، أود التنويه إلى بعض ما تطرقت إليه أو طرحته الأخت العزيزة حياة. نعم. حول أن الوعود كانت بترحيل 200 جريح وتقلص العدد إلى 43 جريح. نعم. أقول حياة لك ومن خلالك وعبرك لكل الأخوة الأعزاء من جرحى تعز مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التزم ولا يزال بمعالجة 224 جريح على نفقته، وأن هذه هي الدفعة الأولى. لم يتقلص العدد، بل لا يزال العدد المستهدف 224. تقسم هذه الأعداد على دفعات، منها الدفعة الأولى 48 جريح وليس 43، لكن ما وصلنا من وثائق خبر كان من 43 جريح. نعم. هذه النقطة الأولى. نعم دكتور، يعني في هذه الجزئية حتى قبل أن تنتقل دكتور، اسمح لي قبل أن تنتقل. لو سمحت لي. طيب تفضل. أنا كنت أحب الاستفسار فقط، يعني ما هي الأسباب التي تحول دون يعني استيعاب مثلا ال 200 الجريح برحلة واحدة؟ ما هي الأسباب التي تعرقل عدم يعني تسفيرهم مرة واحدة؟ طبعا لا يمكن
أن يتم سفرهم دفعة واحدة لأكثر من سبب، وأهمها جوانب فنية مهنية مرتبطة بقدرة المستشفى الاستيعابية الذي سيتعالجون فيه. نعم. المستشفى لا يستطيع أن يستوعب 224 جريح دفعة واحدة، خصوصا أن هناك جرحى سابقين تحت العلاج في المستشفى الذي سيعالجون فيه، ولذلك تم جدولة الجرحى على دفعات هذه الدفعة الأولى، وبلغنا الأخ المحافظ والسلطات المحلية المعنية في محافظة تعز بالدفعة الثانية وهي 30 جريح، وهكذا سيكون جدولة 224 جريح إن شاء الله على دفعات حتى نستكمل علاجهم. الأهم الآن وهو الموضوع المثار والذي يجدر بنا جميعا أن نوليه الاهتمام المطلوب، ونشكركم بالمناسبة في قناة بلقيس على اهتمامكم بملف الجرحى وقضية الجرحى، وبالذات قضية جرحى تعز المتواجدين في عدن في انتظار السفر إلى السودان. أقول لكم أن الأسباب التي أدت إلى تأخير سفر إخواننا وأبنائنا من جرحى محافظة تعز المتواجدين في عدن هو عدم القدرة على توفير وسيلة النقل المناسبة في الوقت المناسب، وهذا كما قلت نحن نشعر بالأسف الشديد والأسى والحسرة على ما يمكن أن نكون تسببنا به بدون قصد من معاناة ومشقة لإخواننا الجرحى. متى سيكون موعد السفر دكتور؟ قبل فترة من الزمن بلغنا بأن هناك موافقة على تحرك طائرة عسكرية لنقل الجرحى من عدن إلى السودان، وطلبنا من الأخوة في السلطة المحلية سرعة إيصال الجرحى إلى عدن من وترتيب أوضاعهم حتى لا يتأخر أحدهم، فإذا ما جاءت الطائرة ربما لا يمكن سفره مع زملائه من الدفعة الأولى. وللأسف الشديد بعد أن تم انتقال الجرحى إلى عدن بلغنا بشكل مفاجئ بأن الجهات المعنية بتحريك الطائرة وإيصالها إلى عدن اعتذرت وبلغونا بتعذر أو عدم إمكانية وصول الطائرة العسكرية إلى عدن لأسباب ربما. إذن السؤال الأهم دكتور الآن، السؤال الأهم إذن متى ستصل الطائرة لتحمل هؤلاء الجرحى الذين تم إقرار تسفيرهم للعلاج؟ نحن الآن بصدد مناقشة الموضوع، إن شاء الله طرح الموضوع على الأخ رئيس الوزراء وهو أبدى تعاونا مطلقا في محاولة تسهيل وتيسير عملية سفر الجرحى عبر طائرة من طائرات اليمنية. وكما تعلمون أن محافظة عدن أو مطار عدن بالتحديد لا يأتي إليه ولا يغادر منه إلا طيران اليمنية فقط، وهكذا بقية المطارات اليمنية. نعم. بسبب الظروف المؤسفة التي تمر بها بلادنا في هذه المرحلة. نعم. نحن إن شاء الله يوم الأحد لدينا موعد لاستكمال إجراءات ترتيب هذه الرحلة عبر طيران اليمنية، وبإذن الله يتحدد السفر. هناك بعض الإجراءات الفنية أمنية وسياسية واقتصادية وإلى آخره تتطلب منا جهود في كل من عدن والسودان وهنا في السعودية. نعم. من أجل تسهيل تحريك هذه الطائرة برحلة خاصة. الأخوة في مركز الملك سلمان ونحن نحرص على ألا نضيف إلى الجرحى مشقة إضافية، لأنه كان هناك طرح أو مقترح بأن يتم نقل الجرحى إلى عصب في إرتيريا عبر البحر أو عبر أي وسيلة، وأعتقد أن هناك وسيلة ممكنة غير البحر، والرحلة البحرية لا شك بأنها ستضيف أعباء ومشاق إضافية على الجرحى. فلم نفضل هذا الخيار، وفضلنا أن يكون سفرهم من عدن إلى السودان بشكل مباشر دون إضافة مشاق وأعباء أخرى. أيضا طيب هناك دكتور. أمر آخر. الأخوة في مركز الملك سلمان حريصون على أن يكون نقل الجرحى إلى مدينة مروي، لأن هناك المدينة الطبية التي سيعالجون فيها وهي تبعد عن الخرطوم ما يقرب من 500 إلى 600 كيلومتر.
نعم. طيب دكتور نعم دكتور بعيدا عن التفاصيل التي نعم دكتور يعني ربما السؤال الأهم الآن كما تحدثت أنه سيتم استيعاب المئتين الجريح الذي تم إقراره من مركز الملك سلمان 224 بشكل دفعات، يعني ربما هؤلاء ال 224 تم اختيارهم لأن حالتهم حرجة جدا ولا يستطيعون تحمل المزيد من التأخير. إذا كنا نحن الآن أمام دفعة أولى ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة، ربما ما نصل إلى الجريح الأخير إلا وقد تعفنت جراحه أو فارق الحياة. إذا الحل ما هو؟ لا لا يا أخي نعم لا لا يا أخي أنا هنا أتحدث بـ 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 بمسؤولية وطنية نعم. وأخلاقية وإنسانية، وفي نفس الوقت أتحدث بمنطق مهني كطبيب ومسؤول عن هذا الأمر. أنا لا أقول بأن الجميع يعني معرضين لتعفن جراحاتهم والمخاطر في التأخير، فكثيرون منهم ربما صار على جراحاتهم أكثر من 9 أشهر أو 10 أشهر وبعضهم نعم. تجاوز السنة نعم. فليسوا الجميع على نفس القدر من المعاناة أو الإشكال الذي يمكن أن يتسبب به التأخير نعم. في السفر. طيب دكتور العدد الأقل منهم هم من يمكن أن يتأثروا سلبا من الناحية الطبية من الناحية الصحية بتأخير السفر. مع نعم. ذلك نقول أن التأخير بحد ذاته يشكل عبئا نفسيا إضافيا حتى لو لم يتسبب بمعاناة بمزيد من طيب مضاعفات نعم. طيب دكتور اسمح لي أعود دكتور عبد الله اسمح لي نعم دكتور عبد الله ما استطعنا نعم فنسعى ما استطعنا إن شاء الله للتعجيل بترتيب نعم. الرحلة، وعندما نستكمل هذه الإجراءات التي هي خارج نطاق سيطرتنا نعم. وقدرتنا على إيجاد الحل المناسب في الوقت المناسب فليعذرونا نعم. أخواننا المجرحة. طيب دكتور بأن هذا نعم. الأمر سيعاني نعم. قريبا دكتور نقدر دكتور عبد الله نقدر جهودكم، لكن للأمانة هناك ربما استياء شديد من دور وزارة الصحة وأيضا على وجه التحديد وزير الصحة، رغم كل يعني الدعم الذي يوفر للجرحى وربما المنح يعني كثر المنح العلاجية في أكثر من دولة، لكن ربما هناك قصور من قبل الوزارة وهو ما يلومه الكثير. اسمح لي دكتور أن ننتقل إلى الأستاذة حياة لنطلع معها. أستاذة حياة، هل فعلا يعني من ينتظرون دورهم للسفر للعلاج حالتهم ليست حرجة وربما يعني يتحملون حتى يتم استيعابهم في كما ذكر الدكتور عبد الله نائب وزير الصحة؟ نعم، هل تعلم وزارة الصحة بأن لدينا 15,000 جريح في مدينة تعز؟ هل تعلم وزارة الصحة بأن لدينا ما يقارب 635 في حالة خطيرة ويستدعي سفرهم إلى الخارج على وجه السرعة؟ هل تعلم وزارة الصحة بأن لدينا 106 ممن فقدوا أطرافهم؟ هل تعلم وزارة الصحة بأن لدينا 94 من الجرحى قد صاروا في عداد المعاقين بسبب هذا الإهمال؟ لا، ليس هناك مبرر لوزارة الصحة. نحن نحمل وزير الصحة المسؤولية الأولى والمباشرة لما يحدث للجرحى هنا في مدينة تعز. نحن خرجنا في وقفات احتجاجية عديدة وطالبنا رئاسة الجمهورية بأن يسقط وزير الصحة نتيجة لهذا الخذلان الذي خذل مدينة تعز. أين دور الحكومة؟ هل تعلم الحكومة بأنها هي الآن تقعد على الكراسي التي عمدوها هؤلاء الجرحى بدمائهم وأشلاؤهم في الجبال وفي التراب وفي الهضاب وفي الأزقة والشوارع وهم يدافعون عن الشرعية؟ هل تعلم الشرعية والحكومة ووزارة الصحة بأن هؤلاء الجرحى لا يجدون مصاريفهم اليومية؟ هل تعلم كذلك وزارة الصحة بأننا نحن الناشطين وفاعلي الخير استطعنا أن نقوم بأدوار أفضل من أدوارنا؟ وأنا هنا لا أبالغ أو أمتدح أحد، بل قام الكثير من فاعلي الخير بتسفير مجموعة من الجرحى إلى خارج الوطن وقاموا بعلاجهم وعادوا إلى أرض الوطن سالمين غانمين. هل تعلم كذلك وزارة الصحة بأنها لم تؤهل المشافي هنا في مدينة تعز؟ هل تعلم كذلك وزارة الصحة بأن هؤلاء الجرحى أصبحوا يموتون في اليوم 1,000 مرة بسبب هذا الإهمال؟ لدينا 37 من الجرحى المشلولين في مدينة تعز لم يلتفت إليهم أحد، بل صارت حالتهم حرجة للغاية. لدينا 8 جرحى يموتون، توعد محافظ المحافظة جزاه الله خير
الخير بتسفير هؤلاء الجرحى على نفقة فاعل خير. لا مجال لوزارة الصحة بأن تبرر ما تقوم به من خذلان هنا للجرحى في مدينة بعيد. هؤلاء الجرحى لديهم أسر، لديهم أهالي، لديهم أطفال، نفسيتهم مدمرة بسبب ما أقدمت عليه من إهمال وزارة الصحة. نحن كذلك في حقيقة الأمر نحمل المسؤولية كذلك الحكومة والشرعية، لماذا لا نسمع لجرحى الحوثيين المعتدين ما يحدث اليوم للجرحى في مدينة بعيد، بل هم يعالجون في أرفع المستشفيات. طيب أستاذة حياة، يستخدم لهم أطباء متخصصين لكي يقوموا بعلاج جراحهم. لا مجال لوزارة الصحة بأن تبرر. نحن الآن في صدد تسفير هؤلاء الجرحى. أين هذه الطائرة التي ننتظر وصولها منذ أسبوعين بل منذ 6 أشهر؟ أين الجرحى الذين كذلك يتعالجون في بعض البلدان، يشكون كذلك من التقصير من الجانب الحكومي في التنسيق لهم في بعض المشافي في بعض الدول التي خرجوا. نعم أستاذة حياة، ربما أنت ذكرتي العديد من النقاط أستاذة حياة، والدكتور عبد الله يسمعك. دكتور عبد الله، إذا نقاط كثيرة ذكرتها الأستاذة حياة الدبحاني، كيف ترد على كل النقاط التي تحدثت عنها؟ بداية أخي العزيز، لا أريد أن يكون هذا أو هذه المشاركة في التعاطي مع موضوع الجرحى وخصوصا المتواجدين في عدن مجالا للسجال بيني وبين الأخت حياة. لا نريد دكتور نعم بالتأكيد لا نريد سجال، ونحن نشد على أيديكم وندعمكم ونقف بجانبكم، وأنتم بالتأكيد تبذلون جهود مشكورين عليها، لكن ربما حجم الألم وحجم الجرحى وأعداد الجرحى كثير ويتطلب مزيد من الجهود. يعني نحن خصصنا الحلقة حتى نكون حلقة وصل، نصل صوتهم وأيضا نشد علي يعني على أيديكم من أي معالجتهم. لا نريد مناكفات ولا نريد سجال. نعم، لكني مع ذلك أكرر تحياتي للأخت حياة وكل الناشطين وكل المتفاعلين مع قضية الجرحى في تعز، ونقدر تقديرا عاليا الدور الذي يقومون به، ونحن على علم بكل ما طرحت من نقاط على شكل تساؤل هل تعلم وزارة الصحة إلى آخره. نعم، نحن نقول للأخت حياة ولكم ولكل إخواننا وأعزائنا في محافظة تعز بأننا نبذل وبما فينا الأخ وزير الصحة الذي أشارت إليها الأخت حياة في معرض حديثها. نعم، بما فينا الأخ وزير الصحة على اعتبار أنه على قمة الهرم التنظيمي والسياسي لهذه الوزارة، يبذلون ونبذل ما نستطيعه ولازلنا وسنبذل إن شاء الله المزيد. نعم، لمعالجة. طيب دكتور، فيما يخص المنحة الإماراتية الطرق الأفضل. نعم، وبحسب الإمكانات المتاحة. نعم دكتور عبد الله، فيما يخص هناك كانت يعني تحدث الإمارات بأنها ربما أعطت تقريبا 1500 جريح لعلاجهم واستيعابهم، هذا الملف إلى أين وصل؟ الأخوة والأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة مشكورين، تعهدوا للقيادة السياسية بتوفير فرص علاج ل 1500 جريح يمني، ليس فقط لجرحى تعز. نعم، إنما للجرحى اليمنيين بشكل عام. نعم، ونحن الآن بصدد جمع كشوفات الجرحى من المحافظات المختلفة بما فيها محافظة تعز، ولا أخفي سرا هنا بالقول بأن الأخوة في محافظة تعز أرسلوا لنا كشفا بما يقرب من 130 جريح إضافي غير ال 224 الذين سيتم معالجتهم على نفقة المركز الملك سلمان في إطار السعي من أجل الاستفادة من هذه المنحة الإماراتية الشقيقة في علاج 1500 جريح. يا أخي الكريم، نحن نعتمد في معظم ما نقوم به على دعم الأشقاء والأصدقاء في هذا المضمار. وبالمناسبة أنا كنت أود أن أعلق على موضوع طرحته الأخت حياة في بداية حديثها حول مستشفى خليفة في التربة. نعم، لماذا لا يؤهل أو يجهز للتخفيف من معاناة الجرحى؟ نعم، أقول لك يا أخت حياة أن مستشفى خليفة الآن تولى أمره تجهيزا وتشغيلا وإنفاقا جمعية الهلال الأحمر القطري، وهم إن شاء الله في طريقهم لتنفيذ ما التزموا به تجاه مستشفى خليفة. نعم، أيضا نحن يعني شرفنا ونسقنا
عملية التعاقد مع المستشفيات الأهلية الخاصة في مدينة تعز لمعالجة جرحى تعز في محاولة منا للتخفيف من آلام وجراحات جرحانا في محافظة تعز، ونسعى للمزيد من تعاقدات مع مستشفيات أخرى قادرة. نحن نريد منكم كناشطين أن تساعدونا في التحقق من أن المستشفيات التي تم التعاقد معها أو المستشفيات الحكومية الأخرى تقوم بواجبها كما ينبغي في تقديم الرعاية الصحية طيب للجرحى سواء في مدينة تعز أو في مدينة عدن أو في التربة أو في أي منطقة يمكن أن يكون للأخوة تواجد فيها. أقول لكم يا أعزائي أننا لن نألو جهدا، ومهما عملنا ومهما بذلنا من جهد سنبقى مقصرين تجاه أولادنا وإخواننا الجرحى إلى أن يشفيهم الله إن شاء الله، ونسأل الله أن يوفقنا لذلك. أشكرك جزيل الشكر نائب وزير الصحة الدكتور عبد الله دحان على مشاركتك معنا، ونشد على أيديكم ونتمنى أن تكون كل هذه الوعود إن شاء الله تنجز بأسرع وقت حتى يلمس الجرحى هذه المنح بشكل سريع ويعني يلمسون خيرها. شكرا جزيلا لك نائب وزير الصحة الدكتور عبد الله دحان. عودة أخيرة إلى الأستاذة حياة في من تعز. أستاذة حياة، إذا تحدثنا في الدقيقة الأخيرة معك، المستشفيات التي داخل المدينة هل لا زالت تعمل لديها القدرة على استقبال الجرحى تقديم رعاية طبية، أم أصبحت ربما لا توفر الحدود الدنيا للجرحى في تعز؟ نعم، نحن أمام مستشفيات متهالكة للغاية. ميليشيا صارخ الخوفي لا زالت حتى البارحة وهي تقوم بقصف مستشفى الثورة العام في مدينة تعز. نحن أمام مستشفيات افتقرت لوجود الأجهزة، افتقرت لوجود التقنيات الحديثة لكي تقوم بواجباتها تجاه الجرحى في مدينة تعز. عجز الصيدليات هنا على توفير الأدوية بسبب الحصار الذي كان يفرض على مدينة تعز. الحصار كثر حاليا وبدأت بعض الأدوية تدخل عبر مدينة عدن لاحق ثم التربة مدينة تعز، ولكن يظل العجز قائم في مستشفيات تعز وعدم وجود كذلك الأطباء المتخصصين. وأنا من هنا أستغل الفرصة لكي أناشد جميع الأطباء الذين غادروا مدينة تعز إلى أن يقوموا بالعودة إلى هذه المدينة ويسجلوا لهم شرفا وطنيا في تطبيب علاج الجرحى هنا في مدينة تعز. ونحيي الأطباء المرابطين في مشافي مدينة تعز وعلى رأسهم مستشفى الثورة العام ومستشفى الروضة، ونحيي كل الأطباء والممرضين وإلى أبسط عمل في هذه المستشفيات لأنهم قاموا بأدوار جبارة تجاه الجرحى. نريد كذلك أن أضعه هنا بأن الحرب لا زالت مستمرة وميليشيا صالح والحوثي لا زالت تقصف المدينة. لدينا الآن 4 جرحى ممن فقدوا بعض عينهم اليسرى والبعض العين اليمنى، هم في حاجة إلى السفر إلى الخارج على وجه السرعة لكي تنجو العين الأخرى حتى لا يصاب هذا الجريح بالعمى. إلى متى ستظل وزارة الصحة تخذل هؤلاء الجرحى؟ هل يظل الجريح ينتظر العين الأخرى حتى تموت العين الأخرى ويصبح في عداد المكفوفين؟ نحن في حقيقة الأمر نضع عدة نقاط ونقول هنا في مدينة تعز لأنه ما يراد للجرحى في مدينة تعز على ما نراه نحن ونلمسه يوميا لأنه يراد لجرحى تعز أن يموتون وأن يصبح البعض منهم معاقين حتى تصبح هذه المدينة عبا وإدرا حتى لا تنطلق الشرارات من ثورات من مدينة تعز وحتى تقف تعز عما ترتكبه من ثورية ومن نضال. لكن أبناء مدينة تعز هم مأبون في خط التحرير ومأبون في طريق المقاومة. نحن كذلك نشكر مركز الملك سلمان ونشكر دولة الإمارات الشقيقة ونشكر كل من ساهم في مد يد العون لهؤلاء الجرحى، لكننا نعمل في التسريع بسفر هؤلاء الجرحى ونعمل في التسريع بتأهيل مستشفى خليفة العام في التربة. وضعنا عدة حلول وأنا أركز هنا على استجلاب أطباء متخصصين من البلدان الأخرى حتى يأتوا إلى مدينة تعز ويقوموا. شكرا لك أستاذة حياة. ربما قد تكلم الدكتور. نعم أستاذة حياة شكرا جزيلا لك. والدكتور عبد الله نائب وزير الصحة تحدث بأن الجمعية قطر هي التي ستعيد تشغيل مستشفى خليفة في التربة وتكفلت بإعادة تجهيزه من جديد وبكامل الأجهزة. شكرا جزيلا لك الأستاذة حياة الذبحاني عضو مؤسسة رعاية الجرحى وأسر الشهداء في تعز. الشكر أيضا لنائب وزير الصحة الدكتور عبد الله دحان، وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، ولكم مني
كل تحية حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن. السلام عليكم.